مكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالجمهورية بلدية الكاليتوس من توقيف شخص يقوم بالاعتداء على المواطنين خلال نقلهم معه بسيارته بحجة توصيلهم إلى نقطة معينة، ثم الاعتداء عليهم بوسط أسلحة بيضاء وسرقة أموالهم وهاتفهم من النقالة. العملية جاءت بعد تلقي عناصر الفرقة لعدة شكاوى من مواطنين تعرضوا للاعتداء متبوع بالسرقة. بعد تحليل والتقييم لعناصر الفرقة لموضوع الشكاوي، تم التأكد بأنها مماثلة ولنفس الشخص المشتبه فيه، أين يقوم هذا الجاني مستعينا بشخص آخر في حال فرار باستعمال سيارة نوع كيوكيو، حيث يقوم باصطياد الضحايا الذين يجدهم على قارعة الطريق يطلبون خدمة التوصيل وانعدام النقل، يعرض عليهم توصيلهم مجانا إلى مكان توجههم لأنه في طريقه، ثم يتم توقيف المركبة في مكان معزول ويعتدي عليهم بالقوة عن طريق أسلحة بيضاء بمشاركة شخص آخر. تم ترصد السيارة عن طريق كاميرات المراقبة لمنظومة المراقبة المرورية بمقر المجموعة، إن تم تعريفها ليتم الوصول سريعا إلى هوية السائق وإلقاء القبض عليه، مع حل 5 قضايا كانت عالقة بنفس الاعتداءات، وسيتم تقديم الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة بعد استكمال التحقيق.